قد أكرم لله سبحانه وتعالى بأن نلت شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان ذلك عام 1423. ثم انقطعت قرابة 6 سنوات، ثم عدت بفضل الله إلى الدراسة في المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن، والآن بقي لي تقريبا شهر وأنهي إن شاء الله الماجستير، وأكمل إن شاء الله في نفس المعهد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأكمل إن شاء الله الدكتوراه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق 21 من شهر شعبان لعام 1435 من الهجرة اجتمعت اللجنة المؤلفة من هشام بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ مقررا، والأستاذ الدكتور سعد بن عمر بن عبد العزيز الخراشي عضوا، والأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان بن عبد المحسن المطرودي عضوا، وذلك لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء من الطالب ياسر بن راشد بن حسين الودعاني الدوسري، والتي بعنوان الفروق الفقهية عند الحنفية في البيوع جمعا ودراسة. وبعد مناقشة علنية خلت اللجنة وتداولت الرأي بما تستحقه الرسالة، فأوصت بقبول الرسالة والتوصية بمنح درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. واللجنة إذ توصي بذلك فإنها تسأل الله تعالى للطالب العون والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.